الحياة مليانة بنفوس مريضة، دايماً بتفاجئنا بأفعال وأفكار سوداوية بيتخللها حقد دفين، وكل ذنبنا إننا وثقنا في ناس ما تستاهلش الثقة. أسرار الحياة مهما عد عليها الزمن وهي مدفونة، هيجي اليوم اللي هيتحل فيه اللغز وتتكشف فيه الحقيقة وتخرج للنور. وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. الحلقه النهارده هتكون مختلفه شويه، لان عندنا النهارده قضيتين مش قضيه واحده. تجربه جديده حبيت اعملها، ولو عجبتكم قولولي ونكررها تاني. خلينا على طول نبدا في احداث اول قضيه. المكان كوريا الجنوبيه، الزمان يوم السبت 27 مايو 2023 الساعة 3 الفجر. سواق تاكسي غلبان بيلف يدور على زبون في الشارع يوصله، لقى بنت كيوت كده وشكلها صغيرة في الإعدادية أو في الثانوية، واقفة على الرصيف ومعاها حقيبة سفر ومحتاجة توصيلة. وقف لها ونزل فتح شنطة العربية أو صندوق العربية يعني، علشان ياخد الشنطة من البنت يحطها في صندوق العربية. لما مد إيده علشان ياخد الشنطة من البنت ويحطها في العربية، رفضت رفض قاطع وقالت له ما تقلقش انا هشيلها وهحطها في العربيه مش تقيله عليا، وصممت انها تحطها بنفسها في صندوق العربيه. رغم انها كانت بتعاني وهي بترفعها تحطها في صندوق العربيه، بس السواق مفيش بايديه حاجه لانها رفضت المساعده، فسابها براحتها لحد ما خلصت وحطت الشنطه وقفلوا باب صندوق العربيه وركبت معاه العربيه ومشيوا. لما مشيوا بالعربيه سالها على وجهتها، وهو كان معتقد ان هي مثلا رايحة المطار، رايحة محطة الحافلات، رايحة رحلة. ما جاش في دماغه خالص انها تقوله يوصلها لمنتزه محلي بجوار النهر. رغم استغرابه انها رايحة للمنتزه في الوقت ده لوحدها ومعاها حقيبة سفر، لكنه وصلها لوجهتها. ولما وصلوا المنتزه دفعت له الاجرة ونزلت من العربية، فتح صندوق العربية علشان يطلع لها الشنطة. للمرة التانية رفضت ان هو يشيل الشنطة وقالت له من فضلك سيب الشنطة انا هشيلها بنفسي. وفعلا شالت الشنطة ونزلتها من صندوق العربية وسحبتها ودخلت بيها للمنتزه. السواق واقف والفضول هيقتله حرفيا، هيموت ويعرف الشنطة دي فيها ايه، وايه اللي يخلي بنت صغيرة زيها تيجي للحديقة الساعة 3 الفجر لوحدها ومعاها شنطة تقيلة عليها كده. فوقف يشرب سجارة وقرر بحسن نية انه يستناها تخلص اللي هي بتعمله وتطلع تاني علشان يوصلها لوجهتها التانية، لان مفيش تكاسب تيجي في المكان ده في الوقت ده، وبالمرة يكسب زبونة ويكسب توصيلة جديدة. وبعد 20 دقيقة خرجت البنت من الحديقة، وواضح جدا انها تخلصت من الحاجة اللي كانت موجودة في الشنطة، لانها ماشية وبتجرها بكل سهولة ويسر، عكس ما كانت داخلة بيها للحديقة وهي مش قادرة تشدها. المهم البنت راحت له وطلبت منه يوصلها تاني، وصلها لوجهتها والشك بيلعب في راسه. وعلشان كده أول ما نزلها اتصل بالشرطة وحكى لهم على اللي حصل. خرج الدورية من الشرطة وراحوا للحديقة ودخلوا من المكان اللي دخلت منه البنت، واللي لقوه جوه لا كان يخطر على بالهم ولا على بال سواق التاكسي. هنقف هنا مع قليل من التشويق وننتقل لخط زمني تاني في أحداث القضية. هانا بنت في العشرينات من عمرها، او بالظبط يعني عندها 26 سنة، بتشتغل مدرسة انجليزي لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية، لكنها كانت مدرسة خاصة بتدي دروس او حصص خصوصية. اي مثلا طالب عاوز ياخد درس عندها او حصص عندها بيكلمها وبيتفقوا على المكان والزمان اللي هيتقابلوا فيه، سواء عندها في بيتها او هي تروح له لبيته وتتفق معاه يعني وتروح تدي له الدرس او الكورس. وهانا كانت مسجلة في تطبيق، التطبيق ده مشهور جدا في كوريا الجنوبية، من خلاله بيقدروا الاهالي انهم يفتحوا لستة كده من المدرسين ويفروا بقى ويختاروا المدرس اللي هم شايفينه مناسب لبنتهم او لابنهم. ولان الطلب على مدرسين الانجليزي كتير جدا عندهم، فهانا ما شاء الله كانت بتكسب كويس جدا وشغالة على طول وبتدي حصص كتير. اتواصلت معاها والدة واحدة من الطالبات وطلبت منها تدي حصص خصوصية لبنتها، لكن هانا رفضت العرض لان بيت البنت دي بعيد جدا عن بيتها،
فهي مش مضطرة انها تقبل العرض ده وهي شغالة كويس مش محتاجة يعني. لكن الام كانت مصرة عليها وقالت لها خلاص انت بعتيلي عنوانك وانا هبعتلك البنت في الوقت اللي هنتفق عليه. وبكده هانا وافقت وقبلت العرض لما المشكلة اتحلت. ما كانتش عارفة انها لما وافقت على العرض ده بتكون وافقت على اصدار شهادة وفاتها. الجمعة 26 مايو 2023 الساعة 6 المغرب رن جرس باب بيت هانا. بصت من العين السحرية لقت طالبة واقفة بالزي المدرسة بتاعها، فعرفت ان هي دي البنت المقصودة وجات لها في الميعاد اللي اتفقت عليه مع امها. فتحت لها ودخلتها بيتها وهي ما عندهاش اي فكرة ان البنت دي لا هي طالبة ولا هي صغيرة في السن، دي عندها 23 سنة واسمها جونج يو جونج. عاشت جونج عمرها كله مع جدها، ابوها وامها كانوا موجودين ولكن مش فاضيين لها، نقدر نقول كده خلفوها ونسيوها، كانوا مشغولين طول الوقت بحياتهم وبشغلهم فسابوها مع جدها علشان مش فاضيين لها وجدها هو اللي رباها. جونج كانت طفلة انطوائية جدا وما عندهاش اي اصدقاء، رغم انها ما تعرضتش لمضايقات ولا للتنمر ابدا، بالعكس زمايلها في المدرسة كانوا دايما بيحاولوا يتقربوا منها لكنها كانت دايما بتصدهم وما بتختلطش بحد ولا بتكلم حد من اوضتها للمدرسة ومن المدرسة لاوضتها. وفضلت على كده لحد ما خلصت دراستها وجي وقت انها تشتغل في كوريا الجنوبية. علشان تشتغل لازم تجتاز اختبار كده لحاجة اسمها الخدمة المدنية، واللي اهم شروطها اجادة اللغة الانجليزية، ودي كانت معضلة كبيرة بالنسبة لجونج. جونج اللي فشلت انها تتعلم انجليزي لسنين طويلة وكان عندها عقدة منه، واللي هيجي في دماغكو دلوقتي انها حبت تتعلم انجليزي فراحت لهانا علشان تعلمها، لكن مش ده ابدا اللي حصل. تعالوا نعرف ايه اللي حصل لهانا بعد ما دخلت جونج لشقتها. دخلت جونج لشقه هانا بملابس الطالبه اللي اشترتها مخصوص علشان ميعادها مع هانا، واول ما دخلت وتاكدت ان هانا قفلت الباب طلعت سكينه كانت مخبيها تحت هدومها وفضلت تطعن هانا في رقبتها لحد ما خلصت عليها باجمالي 20 طعنه. وبعد كده نظفت نفسها كويس من الدم ولبست ملابس من دولاب هانا ونزلت راحت السوبر ماركت اشترت منه قفازات واكياس قمامة وسكاكين تقطيع ومنشار ومبيض، ورجعت تاني على بيت هانا والحاجة معاها، واتشافت على كاميرات المراقبة وهي راجعة بكيس الادوات من السوبر ماركت. طلعت الحاجة ورجعت نزلت تاني اشترت حقيبة سفر كبيرة ورجعت بيها على شقة هانا وبدأت في تقطيعها لاجزاء صغيرة. حطت الاجزاء دي في اكياس القمامة وقفلتها كويس وحطت الاكياس في حقيبة السفر ونظفت نفسها كويس تاني وسحبت الشنطة ونزلت. نزلت علشان تتخلص من الاجزاء دي، وقفت على الرصيف في انتظار اي توصيلة لحد ما شافها سواق التاكسي ووقف لها ووصلها وحصل اللي احنا عارفينه. وصلت الشرطة للحديقة بعد ما سواق التاكسي اتصل بيهم وبدأوا يدوروا في الحديقة لحد ما عثروا على الاجزاء دي في العشب، كل جزء مرمي في حتة. جمعوا الاجزاء دي وبعتوها للطب الشرعي علشان يحدد هوية الضحية، واستمر البحث في الحديقة املا في العثور على اي اجزاء تانية او اي دليل تاني يوصلهم للمجرم. سواق التاكسي وصف للمحققين شكل جونج وقدروا انهم يرسموا لها رسمة على حسب وصفه ليهم واللي كانت قريبة جدا من شكلها، وقال لهم كمان هو اخدها منين ورجع وصلها لفين. وراحت الشرطة للاماكن دي وقدروا يفرغوا كاميرات المراقبة وشافوا جونج على الكاميرات وقدروا يحددوا هويتها كمان. الحاجة الحلوة قوي في شوارع كوريا الجنوبية انها حرفيا مترشقة كاميرات مراقبة، فأي حاجة هتحصل هتكون متسجلة على الكاميرات، وعلشان كده المحققين قدروا يوصلوا لها بسهولة. ولما توصلوا لهويتها وجابوا صورتها الحقيقية وروها لسواق التاكسي واللي اكد لهم ان هي بعينها اللي ركبت معاه وتخلصت من الاجزاء. وعلى طول وصلت الشرطة لبيتها وتم القبض عليها واخدوها لاسم الشرطة علشان يحققوا معاها. وفي الاستجواب كانت هادية جدا وبردة وبتتكلم بكل اريحية، ولما سألوها عن هوية الضحية وليه عملت فيها كده قالت لهم ان دي بنتها الرضيعة اللي هي لسه مخلفاها وقررت انها تتخلص منها علشان هي مش حابة تكون ام. انا معرفش بصراحة ازاي جات لها الفكرة الغبية دي علشان تقولها للمحققين. هو الشرطة او الطب الشرعي لسه ما توصلش لهوية الضحية، ولكن واضح جدا من الاجزاء انها لشخص كبير مش لطفل رضيع لسه مولود، يعني هنضحك على بعض. وبعيدا عن الاجزاء يا ستي، طيب هم هيكشفوا عليك ويعرفوا ان انت لا خلفتي ولا نيلة. طبعا المحققين قفشوها من اول مرة وقالوا لها بلاش كذب،
ياريت تكوني متعاونة معانا وتقولي لنا الحقيقة. وهنا بدأت جونج تصرخ من ألام في معدتها لحد ما نقلوها للمستشفى. في الوقت ده أفراد الشرطة اللي لسه بيبحثوا في الحديقة لقوا بطاقة الهوية بتاعت هانا مع بعض أجزاء من الجسم والملابس بتاعتها، بس كانوا بعيد شوية عن باقي الأجزاء علشان كده أخدوا وقت إن هما يلاقوها وقدروا يحددوا هوية الضحية ويعرفوا عنوانها واللي هي هانا. والجدير بالذكر إن اسم هانا ده أصلا اسم مستعار، لأنه في قانون كوريا الجنوبية ممنوع الكشف عن هوية الضحية لوسائل الإعلام، وكمان ممنوع الكشف عن هوية المجرم إلا في حالات قليلة قوي زي حالة جونج دي مثلا، لأنها عاملة ضجة كبيرة جدا في كوريا الجنوبية، فاضطرت الشرطة إن هي تفرج عن هوية المجرم. ما علينا، بعد ما المحققين عرفوا عنوان هانا وراحوا لبيتها، فتحوا الشقة ودخلوا لقوا مسرح جريمة كامل متكامل مليان بالأدلة من حمض نووي وبصمات وكل حاجة، أما الأدوات والمناشف والبطاطين فجونج اتخلصت منها في واحد من صناديق القمامة وبرضو اتشافت وهي بتتخلص منهم. خلونا نرجع تاني للمستشفى مع جونج. الدكاترة اكتشفوا انها بتتمارض، بتدعي المرض يعني، علشان تهرب من التحقيق لأي هدف في دماغها، فالمحققين اخدوها تاني لاسم الشرطة علشان يكملوا معها الاستجواب، وبرضو كانت عمالة تكذب وتلوع في الكلام ومش راضية تقول لهم الحقيقة. المحققين بحثوا في تليفونها لقوا انها عاملة بحث عن كيفية اخفاء جثة، كيفية ارتكاب الجريمة الكاملة المثالية، وكانت متفرجة على وثائقيات كتير جدا للجرائم وللقتلة المتسلسلين. ولما المحققين واجهوها بالحاجات اللي لقوها على تليفونها دي وفضلوا يضغطوا عليها، بدأت تصرخ فيهم وتقول لهم انها ما قتلتهاش، وقالت لهم ان في حد تاني قتلها وطلب منها تتخلص من الاجزاء في مقابل انهم يدوها هوية هانا، وبكده تكون حلت مشكلتها مع الانجليزي، لان هانا كانت مدرسة انجليزي ممتازة ومتخرجة من جامعة مرموقة والسي في بتاعها محترم، وبكده تبقى حلت مشكلتها مع الانجليزي وتقدر تشتغل. ولكن برضو المحققين ما صدقوهاش، لانهم بالفعل كانوا خلاص شافوا كل حاجة على كاميرات المراقبة، شافوها وهي بتشتري الادوات وهي بتشتري الشنطة وهي بتعمل كل حاجة. فغيرت قصتها تاني وقالت للمحققين انها خلصت على هانا بعد ما دخلت في صراع معاها دفاع عن النفس، وبرضو المحققين ما صدقوهاش وقالوا لها وانت ايه اللي يدخلك في صراع مع واحدة ما تعرفهاش، وايه اللي يخليك تشتري ملابس طالبة وتتنكري في هيئة طالبة وتروحي لها بيتها وتدخلي شقتها وانت اصلا ما تعرفيهاش؟ من كتر كسبها المحققين يأسوا انها تعترف، فاتصلوا بجدها وطلبوا منه يحضر لاسم الشرطة وحكوله على كل حاجة. ولما وصل لاسم الشرطة طلبوا منه ان هو يضغط عليها علشان تعترف، وفعلا دخل لها واتكلم معاها وهو اصلا منهار من اللي هي عملته ده، ومش بس شوهت صورتها وصورة ابوها وامها، دي كمان شوهت صورته وقعد يقول انا خزلت كوريا وانا طلعت مجرمة وانا معرفتش اربي. فضل قاعد معاها بيتوسل ليها انها تعترف للشرطة، وفعلا قررت انها تعترف، وقالت ان الدافع بتاعها كان انها حابه تجرب شعور ولذة القتل. من كتر ما اتفرجت على وثائقيات لقتلة متسلسلين وقرت في تاريخهم وقرت في الاقوال بتاعتهم، وكانت دايما بتقرا ان هم يعني بيستمتعوا ويبقى عندهم نشوه كده لما يقتلوا، فقررت انها حابه تجرب الشعور ده، وعلشان كده كان لازم تختار ضحيتها بعنايه شديده. وحاولت على مدى شهور انها تصطاد حد من جيرانها، لكنها كانت خايفة انها تتكشف، فقررت انها تلجأ للانترنت وتدور على ضحية مناسبة، ضحية تكون كده صغيرة في السن علشان تقدر عليها، وكمان تكون عايشة لوحدها علشان مفيش حد يكشفها، ومفيش مانع لو كانت الضحية مدرسة انجليزي بما ان بلدها كوريا الجنوبية منعتها انها تشتغل الا لما تبقى بتجيد الانجليزي، فبقى عندها عقدة منه. قررت ان الضحية تكون مدرسة انجليزي، وعلشان كده دخلت على التطبيق وفضلت تدور على ضحية مناسبة لحد ما وصلت لهانا وقالت ان هي دي، فدخلت كلمتها وعملت عليها التمثيلية بتاعتها وقدرت تاخد عنوانها وتروح لها وتنفذ المخطط بتاعها، وكان عندها الامل انها تنجح وتنفذ الجريمة الكاملة، لكن سواق التاكسي ما ادالهاش الفرصة دي. تم اتهامها بالقتل العمد وتمزيق وتشويه جسد، وفي شهر يونيو الساعة 9 الصبح قبل مسولها قدام المحكمة حاولوا الصحفيين يعملوا معاها مقابلة وياخدوا منها أي معلومة، لكنها ما قالتش أي حاجة غير إنها بتعتذر للضحية والأهل الضحية على اللي عملته، وإنها ما كانتش في وعيها لما عملت كده. Who left the police detention center wearing a hat and mask
was asked about the reason for the murder. 살인 충동을 혹시 언제부터 느끼신 걸까요? 피해자는 유가족께 할 말 없습니까? 피해자 유가족분들에게 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었어? 실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. المحققين كان بالنسبة لهم إنجاز كبير إنهم قبضوا عليها في خلال وقت قصير من ارتكابها للجريمة، لأنهم لو ما كانوش قبضوا عليها وكانت قدرت ترتكب الجريمة الكاملة المثالية كانت ممكن تعمل جرائم تانية وتتحول لقاتلة متسلسلة. ولحد دلوقتي جونج في السجن في انتظار الحكم عليها، واللي غالبا هيكون يا إما إعدام يا إما السجن مدى الحياة. وفي كوريا الجنوبية موجود قانون الإعدام لسه، ولكن آخر عملية إعدام تمت كانت من سنة على ما أتذكر 1997 أو 99. وبكده نكون خلصنا القضية الأولى. ما تنسوش تنزلوا تكتبوا لي رأيكم فيها الأول في التعليقات قبل ما ندخل على القضية الثانية. في الولايات المتحدة الأمريكية هنبدأ قصتنا من بيت جاكسون وديل، عيلة مكونة من 7 أفراد، الأب جاكسون والأم ديل وخمس أطفال، 3 منهم أولاد جاكسون وديل، واتنين منهم اللي هما شيرلي وكريستوفر أو كريس زي ما هما بينادوه كانوا من الزواج الأول لديل. يعني ديل اتجوزت الأول من شخص اسمه مايكل، خلفت منه شيرلي وكريس، وبعد كده اتطلقت واتجوزت من جاكسون وخلفت منه 3 أطفال تانيين. حياة العيلة دي هتتقلب من يوم 13 يناير 1984. في اليوم ده الصبح صحيت ديل واخدت اولادها الـ3 الصغيرين وخرجت بيهم علشان تفسحهم وتخرجهم شوية، وشيرلي وكريس لبسوا وراحوا على مدرستهم، والاب جاكسون لبس وراح على شغله. رجع كريس من المدرسة وما كانش حد لسه رجع البيت غير الاب جاكسون اللي هو زوج امه، فكريس غير هدومه وخرج علشان يقابل صديقته كارلوتا اللي كان عنده معاد معاها. لكن كل حاجة اتغيرت في اليوم ده الساعة 8:30 بالليل لما باب البيت بتاعهم خبط. فتحت الأم ديل الباب ولقيت قدامها كارلوتا صديقة كريس بتسألها هو فين كريس؟ المفروض ان احنا كنا هنتقابل لكنه ما جاش يقابلني. كريس وكارلوتا الاتنين عندهم 16 سنة وكانوا في المدرسة مع بعض. فديل قالت لها كريس مش هنا، ولكن ما تقلقيش اول ما يجي هخليه يتواصل معاكي على طول. مشيت كارلوتا وقفلت ديل الباب ورجعت تاني لزوجها جاكسون تسأله هو انت ما شفتش كريس او سمعت عنه اي اخبار؟ قال لها انا اخر مرة شفته فيها كانت الساعة 4:30، وقال ان هو خارج رايح لمتجر الفا بيتا، والمتجر ده كريس كان بيروحه دايما هو وصديق ليه اسمه روبرت. فخرجت ديل راحت على طول لبيت روبرت واللي كان جنبهم على طول علشان تسأله عن كريس. ولما وصلت لبيته قابلته وسألته عن كريس، قال لها انه ما شافش كريس بقاله حوالي 24 ساعة، يعني تقريبا ما شافهوش من امبارح. وقال لها طالما انت مش لاقياه يبقى هو نفذ اللي في دماغه، لانه بقاله فتره بيتكلم معايا انه عايز يسيب البيت ويهرب بسبب الخلافات والمشاكل الكتير اللي كانت بتحصل ما بينه وما بين جاكسون اللي هو زوج امه. وبالنسبه لموضوعه مع جاكسون زوج امه فمهم جدا ان احنا نعرفه. كريس لما امه اتطلقت من ابوه فضل هو عايش مع ابوه مايكل، وامه اخذت اخته شيرلي واتجوزت من جاكسون، وابوه مايكل كمان اتجوز من واحدة تانية. وفضل كريس عايش مع ابوه مايكل لحد ما تم سن الـ15 سنة، وبعد كده اتنقل علشان يعيش مع امه وزوجها جاكسون. جاكسون ما كانش عنده اي مشكلة مع كريس، وكان بيحبه كمان زيه زي اولاده، واشترى له كلبين هدية، والكلبين دول بقوا من الاصدقاء المفضلين والمقربين جدا لكريس. ولكن جاكسون مع الوقت بدأ يحط قوانين صارمة للتعامل في البيت مع شيرلي وكريس اللي هم مش اولاده واولاد زوجته. ولكن لما الموضوع بيتعلق بالتلاتة اولاده من ديل، طريقة تعامله بتتغير 180 درجة. يعني من الاخر بدأ يفرق ما بينهم في المعاملة، ودي اخطر حاجة ممكن يعملها اب او زوج ام او اي شخص مهما كان بين الاخوات. وكان دايما بقى بيدخل في خناقات ومشاكل وصراعات مع شيرلي وكريس، وشيرلي كانت غلبانة ومغلوب على امرها، بيشتمها وبيهنها وبتسكت وما بتقدرش ترد عليه، بعكس كريس كان واقف له الند بالند، ما بيسمحلوش يشتمه او يهينه،
وحتى لما بيكون موجود وهو بيهين أخته أو بيشتمها برضو بيقف له. وفضلوا في المشاكل دي لحد ما نقلوا لبيت تاني. وفي البيت التاني ده جاكسون كان مقفل كل حاجة بالإقفال، الدولاب بتاعه بالإقفال والإدراج بتاعته، وباب أوضة النوم حاطط عليه قفل، وباب الجراج كمان حاطط عليه قفل، يعني مش سايب حاجة مفتوحة لشيرلي وكريس تقريبا غير الأوضة بتاعته. وكان بيغير الإقفال دي 3 مرات في خلال 6 شهور، وكانت حجته ان هو بيقفل على حاجته كويس لانه مش مآمن لشيرلي وكريس ان هما يسرقوه، في حين ان كريس اصلا ما كانش بيتعرض له ولا بيجي ناحيته الا لو هو اللي تعرض له هو او اخته شيرلي. لحد ما رجع جاكسون في يوم من المدرسة ولقى الكلبين بتوعه ميتين. ايه يا جماعة اللي حصل؟ جاكسون قال له اكلوا سم الفئران اللي كان موجود في الجراج وماتوا. كريس مش اهبل وعارف ان سم الفئران ده كان محطوط في خزانة عليها قفل جوه الجراج اللي عليه قفل، والمفاتيح كانت مع جاكسون. ايه بقى اللي وصل الكلاب للجراج ووصلهم للخزانة فتحوها واكلوا السم؟ فعرف ان جاكسون هو اللي سمله الكلاب علشان يحرق قلبه عليهم. طبعا حصلت بينهم خناقة كبيرة جدا يومها، وكريس فضل يتهم جاكسون ان هو اللي سمم له الكلاب بتاعته وموتها. وللأسباب دي كلها روبرت قال لديل ان كريس كان بيفكر في الفترة الاخيرة انه يهرب من البيت كتير بسبب الحاجات دي. طب ديل كانت فين من الموضوع ده كله؟ كانت سايبة يعني زوجها يعمل ما بداله في ابنها براحته؟ لا، حاولت تتدخل اكتر من مرة ولكن كريس ما كانش بيسمح لها تتدخل، او بمعنى اصح هي بتحاول تتدخل وتخليه يسمع كلام جاكسون وهو مش قابل منه معلومة ولا اي كلمة ولا قابل ان هو يعني يديله امر. فخلاص غسلت ايديها من الموضوع وسابتهم يولعوا مع بعض. نرجع لمرجعنا، ديل قالت يمكن فعلا كريس هرب، واتصلت بمايكل ابوه علشان تسأله، فقال لها انه ما شافش كريس من فترة ولا حتى كلمه، وطلب منها لو عرفت اي معلومة جديدة عنه تتصل بيه وتبلغه. في الوقت ده ديل كان خلاص القلق بياكلها، فقررت انها تتصل بالشرطة وتعمل بلاغ مفقودين لكريس. وصلت الشرطة لبيت ديل واخدوا اقوالها هي وجاكسون، وكمان اتكلموا مع كارلوتا صديقة كريس وروبرت صديق كريس، واكدت لهم كارلوتا ان كريس مستحيل يهرب من غير ما يقول لها او يقابلها يسلم عليها للمرة الاخيرة ويودعها، لانهم كانوا بيحبوا بعض وسره كله كان معاها. ولما المحققين سألوا روبرت ليه بيعتقد ان كريس ممكن يكون هرب، حكى لهم على الاسباب والخلافات اللي كانت بتحصل ما بين كريس وما بين جاكسون، واللي كان اخرها موضوع تسميم الكلاب ده، واللي كان القشة اللي قسمت ظهر البعير. الشرطة اقتنعت فعلا بالكلام ده وبدأت تصدق قصة هروب كريس، واللي أكد لهم فعلا الكلام ده برقية اتبعتت لي ديل وجاكسون بعد أسبوع من اختفاء كريس. البرقية دي كانت من كريس بيقول لهم فيها ماما أنا بخير، وأنا دلوقتي في طريقي لنيوبورت بيتش، أسف إن اضطريت أمشي بالشكل ده، كان نفسي أفضل موجود معاكي وأروح مدرستي اللي بحبها، لكن الظروف اللي عشتها هي اللي أجبرتني على كده. جاكسون كان عنده حق في كل حاجة، وأنا آسف إن أنا ما كنتش مؤدب معاه، وخلي بالك من متعلقات اللي سبتها، هرجع أخدها قريب أو هبعت حد ياخدها. وفي آخر الرسالة كتب جملة أشوفك لما أدخل اتحاد كرة القدم الأمريكي. شير الأخته لما قرأت البرقية دي حست إن دي مش لهجة ولا طريقة كلام كريس، وعلشان كده اتصلت بيه مايكل أبوها هي وكريس وقرأت عليه البرقية وقالت له تفتكر فعلا كريس اللي بعت البرقية دي ولا لا؟ لأن كريس عاش مع أبوه مايكل حوالي 15 سنة من عمره، فمفيش حد يعرفه قد أبوه، وعاش مع أمه ومع زوج أمه حوالي سنة واحدة بس. المهم أن مايكل فعلا قال لشيرلي أن دي فعلا مش طريقة كلام كريس ولا حتى طريقته في التعامل أن هو يبعت برقية، ده غير موضوع أنه قال لها في آخر الرسالة أشوفك لما أدخل اتحاد كرة القدم الأمريكي ده. مايكل أكد أن كريس عمره ما فكر أن هو يدخل الاتحاد ولا فكر أن هو يحترف كرة القدم، هو كان بيحب يلعبها زي وزي الأطفال اللي في سنه والشباب وكده مع أصدقائه كهواية مش أكتر، لكن عمره ما فكر ان هو يحترف اللعبة، وحتى ما كانش عنده المقومات اللي تأهله ان هو يبقى محترف. وكمان مش من المنطقي ان هو يتأسف لجاكسون ويقول ان هو كان على حق في كل حاجة، ما هو مش معقول يكون جاكسون اصلا سبب المشاكل اللي هو فيها دي كلها وسبب هروبه من البيت، ولما يهرب يبعت له برقية يتأسف له فيها، تيجي ازاي دي؟ ورغم ان محدش كان مصدق ان البرقية دي من كريس الا انها كانت كافية جدا للشرطة لوقف التحقيق واغلاق القضية واعتبار كريس هارب مش مفقود. ولكن ديل قررت انها تبحث عن ابنها بنفسها
وكانت بتنزل الشوارع تسأل الناس عنه وتلزق ملصقات باسمه وصورته ومواصفاته في كل مكان، وتروح الأماكن اللي كان بيروحها تسأل عنه، ولكن لأنها لوحدها ما قدرتش توصل لأي حاجة. وفضلت القضية باردة لحد سنة 1996، يعني تقريبا بعد حوالي 10-11-12 سنة من اختفائه. في الوقت ده ديل وكريس أخدوا أولادهم وسابوا البيت ده كمان واتنقلوا البيت تاني، والبيت اللي سابوه ده أخدوه زوجين جداد اسمهم إريك وديانا. إريك وديانا عاشوا في البيت ده لمدة سنتين ونص، لحد ما في يوم قرر إريك إن هو ينزل لمساحة الزحف اللي موجودة تحت البيت يبص عليها. مساحة الزحف دي يعني اللي هي بالبلدي كده علشان تفهموا للي مش عارفها، يعني اللي هي المكان القواعد بتاعت البيت مرتكزة عليه، يعني مكان كده يعني تحت البيت. وعلشان تدخل لمساحة الزحف دي لازم تدخل لمخزن صغير موجود في المطبخ، ومن المخزن ده هتلاقي باب أرضي يوصلك لمساحة الزحف اللي تحت البيت. المهم قرر إريك فجأة كده ان هو ينزل يبص عليها، لانه ما بصش عليها ولا مرة من ساعة ما سكنه في البيت ده. ولما نزل بص ما شافش حاجة غريبة يعني، وكان بالنسبة له موضوع عادي، الا بس فردة حذاء شافها كده مرمية بعيد، ولان الدنيا كانت ضلمة فما اهتمش قوي يعني ان هو ينزل يشوفها او يبص على حاجة تانية، ورجع تاني وقفل الباب. بعدها بكام يوم جات لهم زيارة اخت ديانا، وفي الليلة دي قعدوا سهرانين يهزروا ويضحكوا. بالصدفة كده جه موضوع ان إريك شاف فردة حذاء موجودة تحت البيت قدام اخت ديانا، فجات لهم فكرة لعبة مجنونة كده قرروا يلعبوها، وديانا رهنت اختها على 20 دولار انها تنزل تحت البيت وتعرف نوع فردة الحذاء دي. فنزلت اخت ديانا وفعلا وصلت لفردة الحذاء ومسكتها وجت تشدها، لكنها كانت تقيلة وهي مش عارفة هي شابكة في ايه، الدنيا ضلمة تحت وهي مش شايفة اي حاجة، يدوبك بس ضوء خافت قوي كده جاي من الباب. لما قربت اخت ديانا من فردة الحذاء كده علشان تسلكها وتشوف هي شابكة في ايه، اتضح ان هي ملبوسة في رجل هيكل عظمي. طلعت جري طبعا وهي منهارة وبتصرخ وفي حالة ما يعلم بيها الا ربنا من اللي شافته. فضلوا إريك وديانا يهدوا فيها لحد ما حكت لهم على اللي هي شافته، وطبعا هما اتصلوا بالشرطة على طول. ولما وصلت الشرطة ما كانوش عارفين هما بيتعاملوا مع ايه بالظبط، والهيكل ده يبقى لمين وبقاله قد ايه هنا وبيعمل ايه هنا. وصل فريق الطب الشرعي وجمعوا بقايا الهيكل دي واخدوها للتحليل في المختبر، والطب الشرعي عثر على ثقبين في الجمجمة، عرفوا ان هما من اثر الرصاص، واحدة في الصدغ وواحدة في المنطقة الخلفية للرأس. ومع استمرار البحث فريق الطب الشرعي كمان عثر على رصاصة موجودة في المكان اللي طلعوا منه البقايا من تحت البيت، وعرفوا ان الرصاصة دي اتضربت على الضحية من مسدس نوعه ماجنم 6 بوصة. وطبعا المحققين بدأوا يستجوبوا إريك وديانا عن البقايا دي ويعرفوا منهم ايه علاقتهم بيها بالظبط. قالوا لهم ان هم ما يعرفوش عنها اي حاجة ولا لهم اي علاقة بيها، واكتشفوها بالصدفة تحت البيت وعايشين فوقها اصلا بقالهم سنتين ونص هم مش داريانين، واكتشفوها بالصدفة لما كانوا بيلعبوا. بس كمان قالوا لهم على معلومة مهمة جدا جدا في التحقيق، قالوا لهم ان قبل كام يوم من اكتشاف البقايا دي وصلت لهم رسالة على البريد من اسم الشرطة اللي هم تابعين ليه، والرسالة كانت موجهة لجاكسون وديل. اسم الشرطة ما كانش عنده اي خبر ان هم نقلوا البيت تاني وغيروا عنوانهم. المهم ان مضمون الرسالة دي ان المحققين في اسم الشرطة بيبلغوهم ان هم هيفتحوا ملف قضية كريس من تاني، وبيطلبوا منهم تحديثهم باي معلومة عرفوها خلال السنين دي، وده لان فريق جديد من المحققين انتقل لاسم الشرطة ده وقرروا يفتحوا القضايا الباردة ويرجعوا تاني يراجعوها، جايز يعرفوا يحلوا اي قضية منهم، واللي كانت من ضمنهم قضية كريس. والتوقيت ده سبحان الله كان غريب جدا، يعني الرسالة جت في توقيت قبل كام يوم من اكتشاف البقايا، وعلشان كده المحققين قالوا يمكن دي فعلا تكون بقايا كريس، ومن خلال سجلات الأسنان بتاعته قدروا يعرفوا فعلا ان البقايا دي تخص كريس. وبما انهم لقوا تحت بيتهم فقائمة المشتبه فيهم اتحصرت في افراد عيلته، وكان واحد من افراد عيلته طول الوقت عارف ان هو موجود تحت البيت. يا ترى مين بقى الشخص ده؟ المحققين كانوا محتاجين يتكلموا مع اشخاص قريبين من العيلة وفي نفس الوقت ما يكونش مشكوك فيهم علشان ياخدوا منهم معلومات تخص العيلة. فاتكلموا مع مين بقى؟ كارلوتا صديقته وشيرلي اخته، واللي انهاروا هما الاتنين اول ما عرفوا الخبر.
وكمان حكوا للمحققين على كل المشاكل والخلافات اللي كانت بتحصل بين كريس وجاكسون، وانه كان في الوقت ده مضطر يعيش مع امه في بيت زوجها علشان يبقى قريب من المدرسة بتاعته، ده غير بعض الظروف التانية اللي اجبرته على كده. ولكن علاقته بجاكسون كانت في منتهى السوء، او خلينا نقول ان جاكسون هو اللي كان وقح معاه. المحققين سألوا شيرلي ازاي قدرتوا تعيشوا في البيت مع ريحة تحلل جسد كريس اللي اكيد كانت مالية البيت في الوقت ده، فقالت لهم ان هم فعلا كانوا طول الوقت شامين ريحة، والريحة كانت قوية جدا في البيت، وكان كل ما يسألوا عن مصدر الريحة دي جاكسون يرد عليهم ويسكتهم ويقول لهم ان في تعبان كبير ميت تحت البيت وان هو مصدر الريحة دي. المحققين ما كانوش مصدقين ازاي اقتنعوا بالحجة الخيبة دي مع ريحة التحلل القوية اللي اكيد استمرت لفترة طويلة بالتزامن مع اختفاء كريس. ازاي ما جاش في بال حد فيهم ان دي ريحة كريس؟ المحققين استدعوا ديل وجاكسون للتحقيق معهم في اسم الشرطة، وديل انهارت لما عرفت الخبر، وقالت لهم انها كان عندها امل طول الوقت ان كريس يطلع عربان فعلا ويفاجئها ويرجع لها تاني في يوم من الايام. ما توقعتش ابدا ان النهاية تكون كده. ولما سألوها عن موضوع الريحة قالت لهم برضو على قصة جاكسون والتعبان. معرفش بصراحة هي بالذات ازاي دخل عليها الموضوع ده. حكت للمحققين كمان على علاقة كريس وجاكسون المضطربة والمتوترة طول الوقت، لكنها كمان قالت لهم ان جاكسون مستحيل يأذي كريس، وان الموضوع معاه مش هيتخطى مجرد صراع بينهم هيشتموا بعض ويزعقوا شوية وخلاص. اما في التحقيق مع جاكسون قال لهم ان كريس خرج من البيت، وبعد كده بعت لهم برقية بعد اسبوع بيأكد هروبه، وهو ده كل اللي هو يعرفه عن الموضوع، وان هو ما كانش بيأذيه ولا حاجة، هو بس كان بيحاول يربيه ويقوم سلوكه مش اكتر، لكن لان الولد في سن مراهقة وما كانش عارف مصلحته كان بيرد عليه وبيجادل معاه، وكان بيدخل دايما في مشدات وصراعات معاه. ولما المحققين بلغوه بخبر عثرهم على بقايا كريس كان الموضوع بالنسبة له او كان رد فعله بارد قوي، ما عملش رد فعل اصلا، اللي هو كان عادي يعني ماشي ماذا بعد يعني اعمل ايه، الموضوع ما كانش فارق له اصلا. ولما المحققين سألوه عن قصة ريحة التعبان اللي كان دايما بيقولها لهم في البيت دي انكر بشدة ان هو قال لهم الموضوع ده او ان هو اصلا اتكلم في موضوع زي ده، ده غير انه قال لهم انه اصلا ما كانش شامم ريحة وهو في البيت، ريحة ايه اللي بتتكلموا عنها يا جماعة؟ وده اللي خلى المحققين يشكوا فيه اكتر، ما هو مش معقول كل اللي في البيت شامين الريحة وبيسألوا على مصدرها والريحة قوية جدا وانت الوحيد اللي مش شاممها يعني. اثناء التحقيق مع جاكسون وبدون علمه المحققين قدروا ياخدوا امر بتفتيش البيت الجديد اللي هم نقلوا ليه، ولما بحثوا في البيت عنده لقوا غرفة كده كان فيها صناديق فيها اوراق محتفظ بيها من سنين السنين، ولما بحثوا في الورق ده قدروا يوصلوا لفاتورة ارسال برقية باسمه من خلال ويسترن يونيون بنفس تاريخ ومعلومات البرقية اللي وصلت للعيلة على اساس انها من كريس، ومن حظه الاسود انه احتفظ بالفاتورة دي طول السنين دي، جايز يكون نسي يتخلص منها او مثلا ما كانش متوقع انه في يوم الشرطة هتشك فيه فما كانش مهتم اصلا ان هو يتخلص منها، الله اعلم. المهم ان هو احتفظ بيها وتم العثور عليها في بيته. ومش بس كده، دول لقوا كمان عنده في البيت مسدس نفس نوع المسدس اللي اتضرب منه نار على كريس. ومش بس كده، لقوا كمان صندوق فيه رصاصات لما اخدوه وطبقوا الرصاصات اللي فيه مع الرصاصة اللي لقوها في بقايا كريس اتضح ان هي متطابقة. في التحقيق معاه بعد ما خلصوا اضطروا ان هم يفرجوا عنه ويطلقوا سراحه، لانهم لقوا ادلة عنده في البيت بس ما كانوش لسه اختبروها ونتائجها ما كانتش طلعت في الوقت ده لسه، لكن لما طلعت النتائج وتأكدوا ان في ادلة بتدينه تم القبض عليه في مايو 1999، وتم اتهام جاكسون بقتل كريس، وطبعا جاكسون انكر بشدة تورطه في الجريمة وقال ان هو غير مذنب. وكانت قصة المدعي العام انه جاكسون استغل انه في اليوم ده ما كانش فيه اي حد في البيت واستنى او رجع بدري من الشغل بتاعه واستنى كريس لما رجع من المدرسة، واول ما رجع ضرب عليه النار خلص عليه وجره نزله تحت في مساحة الزحف بتاع البيت او دفنه يعني تحت البيت، ورجع تاني بسرعة نظف البيت كويس وبدأ يمثل بقى ان هو طبيعي ومفيش اي حاجة وانه ما يعرفش اي حاجة عن كريس، ومشيت الاحداث بقى زي ما احنا عارفين. واحد من اصدقاء جاكسون في الشغل شهد في المحكمة وقال ان ديل غبية قوي
وإنها بتضيع وقتها كله في البحث عن ابنها الغبي ده، وإنها مش مهتمية بيه ولا ببيته، وإنها لو فضلت تدور عليه طول حياتها مش هتلاقيه، في إشارة منه لأنه دفنه تحت البيت وما تخيلش إنه هيجي يوم من الأيام يتم اكتشاف السر فيه. جاكسون في المحكمة أنكر إن هو اللي بعت البرقية رغم إن الشرطة لقت الفاتورة أو الإيصال اللي بيثبت إن هو اللي بعت البرقية، وكمان نفى تورطه في الجريمة. وللمفاجأة تم إعلان المحاكمة إنها محاكمة خاطئة، وده بعد ما واحد من المحلفين رفض إن هو يدين جاكسون وكان بيقول إن هو بريء. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده لازم يكون رأي المحلفين بالإجماع، فتحدد معاد تاني لإعادة المحاكمة على جاكسون. وفي المحاكمة التانية توصلوا هيئة المحلفين لأن جاكسون مذنب بارتكاب جريمة قتل كريس، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة وبالسجن سنتين إضافيتين لحيازة مسدس غير مرخص، وبكده تم الحكم عليه بالسجن الإجمالي لمدة 17 سنة. ما عنديش أي فكرة بصراحة وخرج من السجن ولا لسه، لأن ما فيش معلومة ذكرت عن الموضوع ده، بس أعتقد يعني أنه بنسبة كبيرة ممكن يكون خرج من السجن. ما علينا بقى، خرج ولا ما خرجش، كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات في القضيتين، القضية الأولى ورأيكم في البنت السايكوباتية جونج دي، والقضية الثانية هل تعتقدوا فعلا ان جاكسون هو المجرم ولا لا، وامتى شكيتوا فيه او كنتوا شاكين في مين من الاول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الاشارات على خيار الكل، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.